السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم الصباحي والوردة والميلاحي، صباحكم صباحي، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين. يو شامبي يا شامبي يا ابو المرق، شلك راعه ونقط مناكي، عاد الكل منكم يعرف وين، شو الاخبار، شو العلوم؟ تدريبي اليوم وين بسير انا؟ تدري تعال ابوي هذا ريدي، هذا ابوي ما 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 قط ما قطع ها؟ ما في ريدي؟ لا انزين شعري خلاص اصبر علي لين غادي ريدي وقصر. ما شي مشكله يا شامبي ولا تزعل، وهاي ولا هاي ريدي. ايوه اصبر اصبر عليهم. لا ابشركم زراعه بخير، مثل ما قلنا لكم العام الهمبا هذه بقول حول 70 80 فيها جليد، 100 جليد، والسنة حتى 10 ما سوت أو 15. شو السبب؟ قلنا لكم سنة يريح الهمبة وسنة يثمر، سنة تغدي قوته في الورق وفي الغل، وسنة يغدي قوته في الثمر. العام كان موسم الثمر، والسنة ولله الحمد موسم الورق. شو علومك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بابا تمام. وين سرت؟ وين جيت؟ ما قلت وين بابات هنا يوم ما في موجود، ليش ما تسال عني؟ سلام بليل يجي هناك. زين ما قلت مبروك عمره؟ انا اقول مبروك انت بابا، انا اقول لك سعودية تقول ما شاء الله قوي تمام زحامه زياده. اي ما شاء الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك يا شامبي، حي فاد حي فاد، يعني الله يبارك فيك يا شامبي. نفر يقول يريد انت يشيل يروح لازم شغل عند نفر ثاني. صديق مالنا يقول انا يجي حق شامبي يعطيه معاش زياده، انا يشيل شامبي. انت يروح ولا ما يروح؟ لا ما يروح. بيعطيك معاش زياده؟ ما يروح. ليش؟ اي نصيب مالنا هني؟ هي انا هني. هي نصيب بندر رو بلاد. مشكور يا شامبي، حتى نحن عقبك انت ابوي من حمان باها الزراعه. زراعه ابوي استوت نمبر 1، وقت انت يجي استوي زراعه نمبر 1. شكرا شكرا يا شامبي. شامبي نفر وقت يقول شكرا يقول عفوا عفوا. أرب الله تعدوك يا شامبي. كم تتعدل الزراعة بعد فترة، هاي فترة فترة مرض الزراعة التقرفيط هذا اللي تغادي بقشرات الكرديون أبطت الشيارة حول سنتين، والحمد لله رب العالمين بعد استعمال المركبات والدويات وعالقناها الحمد لله رب العالمين تبارك الرحمن ردت بخير وسهالة أمورها طيبة والحمد لله. يبال صبر، صبرت عليها وعالجتها والحمد لله رب العالمين. أبشركم الناتج زين، وبنخبركم خلاف شو سوينا شو ما سوينا، شو عطيناهم الدويات، شو رتبنا لهن، ورب العالمين يسر الأمور الحمد لله. ما بعد العسر إلا اليسر، ما عقب الضيج إلا الفرج، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا إن شكرتم لا أزيد أنكم. كل شيء يبال عباله ويبال صبر يغدي تغدي أموره طيبة. تعال أظني تنسيتها، ما سقيت ساقنها الباح ماي. ها شوف يفحص الأرض يوم عليها فيها رطوبة تحت الأرض ما يزيدها ماء، يسقي شو اللي أرضها شوي حافة فيكون ما فيه، عشان ما تسوي اشارات الشبوب وتي بكتيريا وتي يعني تي الاعواق حق الاشياء. الشيء كل شيء يباله مثل ما قلت لكم، كل شيء يباله عنايه من الخاطر. كيف اللي يشتغل عندك في البيت يشتغل من خاطره؟ يوم انت بتعامله كاخو او كولد او كصاحب صديق تحسسه بالمسؤوليه، تعطيه الامان ان حتى لو غلط ما يكون هاك الغلط، يعني حتى لو يستوي لا يستوي. والله يا ابوكم لو تدرون انتم، هاي برتقاله ابو سره اللي تشوفونها، والله يا ابوكم انها كانت كبر البيت العظيم ونش قرب الله تعدوه. شو سوى هاك اليوم؟ اقول له سوى قلمها من كل طرف، من كل طرف قص شبر، وكان ريت الله بس صلوب، خلها بس صلوب مركزه رب وغطت هاك الغيظ اللي نصها يزي لك رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، تمالكت اعصابي وقلت له قعدت لك خفيف خفيف،
والحمد لله رب العالمين، الله يسر الامور. ها يوم الله يبارك النصيب، انتشت قدره قادر احد واحد احد. وهاي الهمباتش تعبت وحصلت ويهدت يهدت يهد له اول ما له اخر، وصبرت عليها صبر ايوب ورب العالمين الحمد لله. ها ابشركم انها انتشت وغدت بخير وسهاله، والسنه دون عن السنين ثمرها اكثر عن كل سنه، من عن ثار يهد كم من سنه فقيره وهي تعبانه تعبانه. حي يقول الانسان حصلان ما في عينه قطره، هالشياره ازمت ما في عينها قطره، ليه رب العالمين طرح فيها البركه. وانت حرمه كم كبرت هاي وحده عسى ما تكلفتي وحده، لو انت لك بعد زين منها فقيره زين منها بعد. هاي بعد عن ثار يهد، تعال ها تعال شوف هناك، هذا الكري فوق خشب، ليش مخلين هايج هاي الحطبة اللي في النص، ليش هاي شو خانته؟ أنا ما بقايل لك ما أريد. هي هي خشب 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 هاي الحطبة، ليش شو خانته أنت مخلينها؟ لا تريها الشيارة، لا تريها، ليش مخلينها هاي الشيارة الحطبة؟ بين فترة والثانية بعد فقير ترى، يبغى شوية سنية شي مثل لفت نظر، لكن بهالطريقة خفيف خفيف ما بوقعة. الحين شو خانتها الحطبة هاي خملنها انت؟ ليش زين تخلي؟ خشب خشب لكري، هذا خشب ليش مخلنها؟ هذا بنيت اول هني، هذا الاول خلاص الحين تاي هي ما يريد هي عشان هذا. لا يا الله يا الله اتنعم هين، قول سوري وبس، قول سوري انا نسيت، قول شيات ما في مشكلة، رب اللهتك انت مبهين. تعال يلا هني في غلط ولا ما في غلط؟ وين غلط هني؟ شرونك هذا؟ هي هذا نمبر 1 نمبر 2 ايوه، في غلطان ولا ما في غلطان؟ غلطان اي خلاص، هذا شغل مال انت لازم نمبر 1. بارك الله فيك، ها مثل ما قلنا لكم الاشياء اللي تطلع تحت التطعيم ها لازم ينشل، اي شيء تفرع تحت التطعيم يضعف التطعيم نفسه الجيد، فلذلك لازم ينقص وبسرعه ما يتخلى، لان القوي يصير فيه. انت تغذي وتطعم وهذا مثل خيرك الغيري مكتوب لي الشقا منك، خيرك الغيري مكتوب لي الشقا منك، كيف تغذي الشيره بخير وسهاله وانت تخلي الافرع اللي تحت؟ لا، لازم تشيل افرع السفليه وتخلي اللي فوق. رابني كيف يطيح هذا؟ هذا بس ما الصبان يجي زي من ما لي ودي حق بشكال حق صالونه. يلا نصيبنا ما شاء الله تبارك الرحمن، الواتر ابل اذا تحصل عنايه جيده تثمر في السنه وديتين، قيض وشتاء، قيض وشتاء تثمر وديتين اذا تحصل عنايه، في حال حصلت عنايه وحصلت الحاف تراها تثمر وديتين، وفي حال ما حصلت الحاف وقت الحروره تراها تثمر ودي وحده، اللي هي ثمره الشتاء اللي وقفت قبل شهر وصورت لكم اياها ورويتكم، وشفت ورويتكم كميه الثمر مال الواتر ابل، لكن حبه تصغيره نش، وقال لي البيرق الله يحفظه انه فيه عنده حجم الجامبو وطرش لي وحده، البيرق ما يبيع لحد يطرش لي، كم رقم البيرق؟ البيرق ما يبيع، يجسم له بغايا، حمد البيرق له بغايا، وين يبى؟ طرش، ويوم ما يبى والله يا ابوكم لو تنطبج السمع على الارض، ما طرش اذنه، لكن يوم يبى. المهم الامور طيبه الحمد لله، على ما تشوفون كل شيء زين ومن حسن الى احسن. الحين هذا كله انا اياس اثري ابوي يجيني منهل، بنصير عندنا موعد دبي، بنصير عندنا موعد دبي، عندنا شغل وايد ضروري في شيء مميز وجيد دبي مثل ما وعدتنا، حتاتها ورد، إمارة دبي الحبيبة دبي دار الحي حتاتها ورد، يوم حتاتها ورد عيل الناتج اللي كان في امهات شو يكون هذا؟ يكون ابوي جوهر، جوهر المكنون هذاك، واللي حت هذا ورد، يوم يقول فلان حتاته ورد، هذا من الكرم من الطيب من 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 الاخلاق الحميده، فلذلك بلادنا كلها ابوي حتاتها ورد، حتاتها ورد من السلع للفجيره، برها وبحرها ويزرها وحولها.
الحين ثلاث اربع حطبات ضربه اربع جنى اربع وحده هنتين ثلاث اربع مرزوزات ليش هاي قيس له خساره فوق 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 شو فوق فوق هي مشطننها تشطين كله فقيره في دمك ان شاء الله اي شيء ما له مع ما له خص شل هذا شايت عليها الحبال داخل هاي ليش شايت منهن ليش هذا شو مشكله هني شو السبب هذاك البندت مشان هذول هذا وهذا فوق بعد شيء هناك شيء مسوي لها هذا بندت هني انزين مشان هذا اكيد ايه قول والله هذا على البكتر هذا سيده يجي هذا الطرف هذا انزين شامبي متى بيصير بلاد بلاد هي. بلاد تشيل هذا السنه خلاص هذا السنه شهر 6 وهاي السنه بعد بعد واحد سنه ايه. زين بارك الله فيك شكرا يا شامبي قائم مثل ما تشوفونها دق الحديد وهو حامي ما شيء رمسة لسان يعني بيستوي لا هذا قائم قائم ترخيص وعمال وساير وياي وحركة وغادي المكان خلية نحل قرقع وقرقع 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 فلذلك إن شاء الله نحب نسير المكتب عندهم وبنرويكم المجسم وبنتكلم وبنشرح لكم عن البنت وبنت البنت إن شاء الله ميلينيوم بنغاطي ريزيدنت هذا المشروع اللي ميزه واللي خلاني أنا عني من أبوظبي لين دبي إنه تحت إشراف شركة ميلينيوم شركة الفندقية المعروفة خمس نجوم الخدمات فندقية لكن شقق سكنية مش شقق فندقية سكنية لا الإدارة شركة فندقية اصورك لو ما تبين تصوين لو ما تبين تصوين نبا بس لا تطلع وجهنا احنا بادين بزنس ما نبا خلاص انت لا ترمسي خلاص لا ترمسي عقب تقول ما ادري شو يصروع عقل اللي ما تصروع عقله شيء يزيق اشوفه في التلفزيون واليوم شفته على الطبيعه شباب رياضيين شباب رياضي تعال زين ويانا الحين انا اسمك ما اعرف الله يحفظك عبد الرحمن الاستيكي والله والنعم والنعم وانت ابوي محمد الحمد والله مليون والنعم بجاز حالك يا الوليد بجاز شو تبي تصور الرياضيين انت؟ لا يعني شو يعني ويعني ويعني حق الوالده يا ربي ما يحييك يا ابو الوليد اهلي هذا بعد خليفه الله يحفظك الحفظ خليفه ابو خليفه اسمك انت ابو خليفه هي. انت اسمك ابو خليفه خالد اسمي خليفه اسمك خالد نعم سبحان الله المشروع اللي تونا صورنا لكم اياه ارض الواقع من الشيارة هذه وتحت ثلاثة أدوار باركن هذا خلص حاليا هم في الإنشاء هذا اللي فوق هذا اللي تشوفه كل مشاريع بنغاطي كلها اللي يميزها اللون الأورنج اللون البرتقالي هذا المشروع 40 مشروع تم تسليمهن من بنغاطي 40 مشروع اللي تم تسليمهن المشروع هذا بالذات حاز على كل هالجوائز حاز على كل هالجوائز دائرة الأراضي والأملاك حكومة دبي المشروع هذا اللي باجي منه فقط 20% على فكرة ومسجل في دائرة الأراضي والأملاك اللي باجي فقط 20% من هالمشروع حفظكم أحمد من المبيعات أحمد زين خبز راسك ومغطي على المشروع راس كبيرة ايه ما شاء الله عليك زين أحمد تفضل شوف يا حبيب المشروع عباره عن 19 طابق نعم في كل طابق 12 شقه نعم مقسمين 6 منهم استوديو وثلاثه منهم غرفه وصاله وثلاثه منهم غرفتين وصاله زين الباركنات المواقف ترى 6 ادوار ثلاثه تحت الارض ناهيك عن الثلاثه اللي فوق الارض كلهن في المشروع هذا اللي هو مشروع شو اسم المشروع ميلينيوم بنغاطي ريزيدنسز يا رجل يا رجل ما شاء الله الاسم روح اي سؤال اساوي بدأ باختصار راح تمتلك شقة سكنية واللي يميز الشقة السكنية هاي انها فيها خدمات من شركة ميلينيوم كل الخدمات اللي بتكون عندك وتحت امرك وتحت خدمك خدمة من شركة ميلينيوم خدمة خمس نجوم شركة معروفة ادارة فندقية ادارة عقارات في جميع انحاء الكرة الارضية واليوم عندكم في دبي تبارك الرحمن فيها البرج المميز الأورنج الأسعار تبتدي عندنا بالمشروع من 650 ألف
بما انه احنا بشهر الخير عاملين عروض الخير ان شاء الله على وجهك الخير ان شاء الله. اول شيء اللي عاملينه عندك اعفاء تام من رسوم التسجيل 4% تاع اداره الاراضي والاملاك. نعم. اثنين عندك الاقساط راح تكون اقساط شهريه فقط على 5500 درهم. ثلاثه راح يكون في عندنا العرض الاقوى واللي هو عرض الفريق، يعني اللي يجي ياخذ شقه ياخذ عليها خصم 5%، واللي يجوا اثنين اصدقاء ياخذوا شقتين كل واحد فيهم ياخذ خصم 10% على كل شقه. اذا اثنين هي ضربه 100%. هي. واذا كانوا ثلاث اصدقاء كل واحد فيهم ياخذ على كل شقه 15%، شقه بشقه بشقه 15% 15% 15%. اذا ثلاثه يوم مع بعض. نعم. اذا اثنين يوم مع بعض 10%. يعني واذا واحد يروح 5%. الله انت ما شاء الله. زين ها؟ اي والله. كل العروض اللي سمعتوها الحين عدهن الريال فقط 3 أيام ترى، بتقولوا ما قلنا لكم 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت، الخميس والجمعة والسبت هالأيام محددة فقط اللي فيها العروض اللي هي الإعفاء من التسجيل والإعفاء والخمسة بالمية وعشرة بالمية وخمسة عشر بالمية، هذا فقط 3 أيام ابتداء من اليوم. هذا أولا. ثانيا نقاط الاستفسار وطريقة السؤال وين تلقطون هالأجوبة عليهم، في وين هذا تلقطون العنوان، الحين بنحط لكم بوست وين موجود الأماكن التسويق للمشروع هذا في أي مكان لمدة هالثلاثة الأيام. ما زاد عن ما بعد الثلاثة الأيام في موقعهم الرئيسي اللي لهم اللي بننزله لكم، وروحكم بتشوفونه وتدخلون أونلاين تقدرون تشيكون شو اللي تبون وشو اللي ما تبون، شو اللي موجود شو اللي متاح، شو الفرص في، يمكن أسئلة أنت تبغى تسألون أنا ما أعرف شو صيغتها، أنت روحكم تخبرونهم. اللي علي هنا أرويتكم هذا الشيء، هذا الشيء الفنان، وصورت لكم الموقع وإنه قيد الإنجاز وموجود على أرض الواقع، مش إنه خيال، موجود على أرض الواقع، صورناه منذ التأسيس. بنتنا العزيز الشمسة اللي حاب يستفسر عن المشروع وأي معلومة عنه وين؟ يقدرون يتواصلون ويانا على الرقم 815. نعم. أو يقدرون يزورونا في المواقع الثلاث، فروع كابا قهوة، أول مكان هو في ياس مول في أبوظبي. نعم. الجيمي مول في العين. نعم. وفراس الخيمة جروف فيليج. والقهوة شو اسمها؟ كابا قهوة. وكل والثلاث المواقع هاي كل موجودات في كابا قهوة؟ هي نعم موجودات كلهم فيهم كابا قهوة. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك العافية. اقولكم للي تخبرني يقول يعني انت ما ترقد، ابوي ارقد، كم برقد هو الرقاد، كم هو ترى الرقاد ابوي لازم يرقد ساعتين اربع خمس ساعات في اليوم، ارقد نص النهار ما في، انا ارقد ينبي بيموت، ينبي بيموت، انا ما اقهر ابوي الرقاد وايد وايد وايد، ولا احب الراحه وايد وايد، انا احب السيره والييه والحركه، البرور البحور والسيرات والييات، اللهم لك الحمد، مدام في طاقة بسير وبيب بحترج، لا حجين أبوي للخمول، وينهم أبوي سكان القبور من أميات السنين في القبور خاملين، لا حجين أبوي نحن على الخمول هذا، لا دمي أبوي مدام شالة النهر ويلاته يعرعر لا يخلي بقعة، لا حج أبوي على يلسة البيت والربضة. إيه نعم بتقولوا ما حد قالكم سيروا تعالوا وتحركوا شرق غرب، لا يبوتكم لا صيام ولا غير صيام، لا تيلسون ولا تقرون، ضروري على كل حال. انزين هذا اولا. ثانيا حب العرب يقولوا لي ابو محمد انت يوم تصير تسوي تغطيه المشروع وايد تطول في السنابات، زين انا ابوي ما بروم اختصر مشروع مكلف مليارات وهندسه وموظفين وعمال وناس ياسه تبدع وناس ياسه تسوي الشيء المميز الجميل لنا ولبلادنا، اسير تشك ومع السلامه، ليش عاده ما يستوي، انا يا اني اسوي شيء يرضي طموحي يرضي خاطري اسوي شيء من الخاطر، ولا ما اسوي، اللي يشوف ان الشيء هذا ما يناسبه لا يطالع، يعلى الله ييسر اموره، لكن انا انسر حق تغطيه شيء لازم اسوي شيء من الخاطر، شيء اللي انا اودر وانا مبسوط انا وراعي الشغل هذا، ما بسوي شيء مال يكوع طبيزه او
ايش حالكم كيف انتم واحسنتوا؟ لا انا اسوي شيء من الخاطر. شيء هاي يسمونه هاي يسمونه سكيب. شيء اللي ما يوزك سوى سكيب. يعيبك الزراعه خليك على الزراعه لا سوي سكيب. يعيبك الطباخ والنفاخ خليك على الطباخ والنفاخ. ما يوزك بعد الطباخ والنفاخ سوي سكيب. مثل ما انت ما يوزك العقار غيرك يوز للعقار، وما يعيبه الطباخ غيرك يعيبه الطباخ، وما يوز له الزراعه والدنيا مطرجه. ارضاء الناس غايه لا تدرك يا ابن عمك، ارضاء الناس غايه لا تدرك، ولا تروم انت حينه تسير العرب كلها على مزاجك. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. بعد يحيني انا يحيني اني اروم عاطنكم خيار تروم تسوي سكب غير يا ابوك حد من العرب طالع مسلسل ولا شياته غصب عنك طالع الدعايه تبى ولا ما تبى، وتجلس مبحلج عيونك تجلس مبحلج عيونك تتريى المسلسل تتريى الدعايه متى بتوجف على اساس انك تسير وتطالع تتمه الحلقه. بعد انا عاطنك السناب عاطينك خيار تشك 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 تشك. يا بغ... ما بيعزلك تشك تشك تشك. يا عليكم ابو محمد من كثر ما اعزك قمنا جبنا الفيفايه جبنا في البيت هاي وحده ثنتين ثلاث اربع خمس جبت خمس فيفايات اي نعم وماخذينهم والله ارخاص والله عندنا في راس الخيمه ما ادري كم تشتري هنا انت انا الوحده ماخذنها باربعين درهم وان شاء الله بنزرعهن بس الحين بخليهم في اسطولهم كذا مثل ما هن لين عقب العيد ان شاء الله بتفيق لهم بسوي لهم مكان حلو ان شاء الله وبنزرعهن هي ما شاء الله تبارك الله حتى هذا في ورد ها هذا للعلم يا ابو محمد هاي كله من معز من عندك شو نسوي اللي يحب الناس لازم يقلدهم الله يحفظك يا ربي يا مرحبا عقب الوقعه الصبح ويا شو اسمه ويا شامبي شو شو سوى نظف الدنيا ما قيل اليوم نظف الدنيا تنظيف وكبر الاماكن اللي تحت وين مال الساقي ورضى من الارض وجلب يعني لاني واقعت لكن واقع يعني شبه مواقع شبه مواقع بنقمه شرحت عليه ليش انا ما اواجعك ولا شيات وكيف مسوي شيء ولا لا 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 وتلوم ولا قيل فقير ولا قيل طاعت الدنيا قاعد تسوي نظف الدنيا تنظيف قالوا ان شاء الله بابا ما تزعل ولا لا انت ما تعذر اعرف عمر انه غلطان ابدا ما كان هالشكل وقت الصبح ابدا ما كان بهالطريقه المكان نظف الدنيا زي ما زي وهذا انا من عقب ابوي دمك ساير دمك جاي من دبي او عقب هذا شكلي من عقب ما فرحت بشوف الارض نعدلها ونظفها وشياته يلا شوف انا ساير امشي الحين ان جد جديد عليكم السلام ان جد جديد ويترمس ولا شيات ولا خبر ولا علم بصور لكم ومايه هاي تليون حقتكم الاول هاي ترى نادره هذه نادره نادر يا نادر هل بلي طعام هي ما شاء الله تبارك الرحمن شوف الله عليكم مازيني 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 تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله علي ما شاء الله شوف السيائر عند بيتي رانا شوف السيائر باسات 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 السيائر بيتي رانا كل سنة على هالمنوال كل سنة الله يطرح لهم البركة كل سنة شوف الخلق الخلق شوف خلق الله ما خلق اللي بيعطي ما بلازم تبوي تكون انت من التيار الملككين لا عادي كلها اللي بتعطي بروي يكون ابوي ملايين عندهم مليارات له اللي بيعطي حتى الانسان اللي على قد حاله يروم يعطي جذر هريس وجذر عيش وجذر يعني ما يعطي معنا ما يعطي معنا جذر الهريس يوم بتحط ابوي العيل حق خمسة ايام عيل مثل هاللي انا اخذ منهن حق خمسة ايام ثمانية ايام بيسد
كل يوم اليونية يسويها ثلاث ويبات. يونية الحب ثلاث ويبات. سد وكم لك من الأجر وكم تستأنس العرب وكم تتحصل. الحمد لله. ويون التكاسي وهل شارق وهل غرب. الحمد لله رب العالمين. يا الله يا رب اجعل إن شاء الله في دفعة بلاء. عن راعي البيت وعن راعية البيت. وعن عيالها وترزقهم يا رب الذرية الصالحة. البيت هذا يارنا هذا هذا نحن بيتينا زين وهذا بيتي يارنا اللي توني صورتكم العمال العدالة راعي البيت هذا الله يحفظكم مدير إداري عندنا لو في الأدية في الجهاز مدير من الكمبانية كبها من الكمبانية الكبار هايين اللي ما حد أكبر عنهم لا من الكمبانية ما كذا استوى بيني وبينه تواصل لأن قسمهم غير ونحن في الجهاز كان الأول في المبنى اللي على البحر بناية شيخ سلطان بن خليفة هو دخلت وظهرت ما أجد استوى أني يوم من أيام الله تلاقيت وياه سلام عليكم ولا عليكم السلام ولا تصدف شيء ما أجد سنين الله وياه وعقب هاك الوقت كله ما تلاقينا العقب ما تحولوا هني وعقب عرفت أنه كان مديري لو في الشغل هو ما بمديري مدير قسم يعني مدير قسم عندنا في الجهاز انا موظف الاول موظف عادي عم مش من الاداريين من الموظفين العاديين بالقوه بعد فكان هو لا هو اعطاني دكتوراه عنده ما ادري شو عنده هناك الاول المهم انه وظيفته من الوظائف الكبار مش من اللي ماشي كبرهن لا من الوظائف الكبيره يعني وشاءت الاقدار ان عقب هالسنين كلها تياور في مدينه محمد بن زايد هي والله سبحان الله وشي تواصل عاد بيننا كل يوم هالوصل هالوصل ما يقطع لا قيض ولا شتاء لا رمضان ولا فطر خير برايم يصور نعم رخض راحك يلا مرحبا تعال يا عاده ها يلا هب لي ين عقلك شم نبغى نصورك نحن قلنا بنصور ريال اللي يمشي يصور ما شاء الله عليه رياضي رياضي الريال انت ساكنين هنا حولنا نعم اكو بيتنا عدالكم والله نعم. وين بيتكم بنتو اخر واحد هناك طف هذا يعني الله يسر امورك وياك انت معرسه لا لا بعد وين معرس لا لازم لا لا عرس بصراحه زين هي عرس نعم. انت صغير اخيار نعم والله صدق الله يسر امورك حبيبي شو ما شاء الله راعي البيت هذا من قم بصلهم شو ما شاء الله عليه هل تشوفون ترى هذا مبقاف ولا قويف هالهنتين ها في بلادهم ما غدن هالنمون وتعظمن في بلادهم ما غدن هالنمون هل يشوفون الزيتون شو ما شاء الله يدورهن ما شاء الله ما شاء الله في بلادهم ما تعظمن هالنمون شو ما شاء الله يقولون ما يستوي الزيتون يستوي ويشب ويغني يا ليل يوم يحصل عناية شوف ما شيء بلي عناية في الدنيا العودة شيء بلي عناية ما شيء شو ما شاء الله عليها الزيتون هاي بلاد من كبرها كبير كبير شوف ما شاء الله يدحها ترنك مالها السلام عليكم من أرباب مالك عبد الله راشد الكبيسي والله والنعم عبد الله بن راشد انت ايش اسمك انا اسمك كورشيد الم خورشيد الو علم 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبسوط قرقر أرباب ولا ما في سوي قرقر الحمد لله هي الحمد لله زين أرباب مال انت نمبر 1 ايوه صح هي. سوي سلام عليكم أرباب انت تعرف انا منو انت يعرف اي انا اعرف وين منو انا هذا ها هاي بعد لا تقول اسم مال البيت ايش اقول لكم ترى ما يطروا لهم هني اسم حلب البيت كريال يطروا لهم اسامي الراعي سلام عليكم اهلين ترى هاي اللي يستوي التبادل يعني الصحون الرمضانية والصحون العادية اللي شبه يومية في نحن ها بيوت إيراننا ترى الوصل بيننا وبينهم في الأسبوع ما يقل عن 3-4 مرات بيننا وبينهم ناهيك عن رمضان يوميا في الأيام العادية ما يقل الوصل بيننا وبينهم في الأيام في الأسبوع 2-3 فيكون عند هل بالبيوت يخبرون بأسامي الحريم يعني يقول حق ود بيت فلانة فتلقط الدريولية كلهم ملمين بأسامي رواعي البيوت ظهرتي ترى ما بتكون مكان بعيد ما بسير جدا المدارس الوطنية وين كل يوم أسير شو السبب لأنه اليوم تأخرت أنا رقدت تراني رقدت
هتشرت هتشير الزينة. السبب ان انت سارح الصبح سرحة وسكيت ورديت. ايش ترى روح يا سحينة؟ ايه خبر الجايش يا ادمي طول طول وعرض عرض والله ولا كان حد جالس عداله ولا قال لي سلام عليكم ولا ويهني ولا حبني ولا وين الحبه صراحه. شكرا شكرا شكرا. وين اللي بيحبني؟ ها ها اخي فدعت ركبتي ايلس هبه بلي ولا تتبوك ياي؟ لا تعال اقول الحمد لله ولا تصلي؟ لا اشهد شيء تبقى اسالي صلي هناك ولا هني؟ لا هنا ان شاء الله. موظفين وعمال وناس ياسة تبدع وناس ياسة تسوي الشيء انتصر مشروع. اي واحد هذا منو؟ انت. انا بروح رياضه وانت شي خصك ليش انت مستعيل؟ لا ما اعرف انا الحين تتوك ياي حتى دقيقه ما كملت دقيقه ما كملت بسير بنياس سرت مقطوع في بنياس سرت ابوي تدري تسرك في مقطوع؟ وين سرك مقطوع؟ ما بمقطوع سرك؟ انت الحين بتسر؟ شو هذا الكلام؟ صلاح بلية يا باكر بتين له هبياي لا بلية هو يا ما بتينا نحن انا حبيبي بكره بسير دبي انت ان شاء الله انا بسير دبي بسير ابوي يمكن اني افطر في دبي عند جماعه في جميره زين وخلاف انت خلاف نسير دبي مود انا وهلال وابو خالد محمد بن حسين الخولي اخوي زين بابا عرفه محمد حسين حتى هو يحبك بعد قليل. متى بتسير الهم؟ في العيد. في العيد؟ ايه في العيد ابوي بيكم. اسد نعم صلاح الحين يقول يبي يسير بنياس بنياس ليش؟ بس بس هو ريد هذا اختي ام محمد ريد تسلم صلاح هناك بابا خالد في هناك الحين كلهم ياسين بيت بدرية هم ولا وين ياسين؟ كله بدرية كله في هناك خلاف اليوم يفطر عند بدرية؟ ايه ايوه ارباب بلان اريد هناك يجلس زيادة شوي كلام كلام وانا بلاني ما تبي تتكلم عندي اذا بعدين يجي هنا انت ما في موجود لا لا بكره بسير دبي كذا لا 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 انت ما تكذب انت ما تكذب صراحة كلمك خالد؟ خالد القصاب شارجة كل يوم كل يوم؟ اثنين مرة تليفون بعد تحب المطاوع انت وادي تحب سلام طبعا بعدين ما ليد روح بعد بسير مره ثانيه العين شارجه انزين ما شيء مشكله حبيبي هاي خالي تك تك ما عرف تذكره تك تك خلاص سوينا حتى الفندق حجز صلاح بنيس انا وانت وابراهيم واسد انزين انا وانت وابراهيم واسد بعد منو ابراهيم انا وانت وابراهيم واسد اربع انفار زين ابراهيم يرقد عندك بالحجره لا 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 لازم ترقد لا انت يرقد عندك يا بيت على كيفك يعني طلع خر وما بخر ما انت حتى هو امام ها على كيفك شكرا باي 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 بعدين تروح ما بركب هلا صبر صلاح حبيبي ها تروح بعدين ركب فيدا هي 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 بجيب لك انا مال الفندق عشان يعطونك الفيزا اوكي ان شاء الله باي 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 يوسف الشر جيتك في استراليا في ملبورن في سيدني جولد كوست واليوم جيت بنتك ما شاء الله عليها على الله يبلغك ان شاء الله في احفاد 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 انا ابو قوي يعني بتصك يعني مليون سنه لا بس احفاد احفاد زين يسد انك على يعني الله يحفظك ويبارك فيك ويرزقها ان شاء الله ولد الحلال اللي يستاهلها حب تقول ما قلتها بتجوزها واحد عادي يجوزها واحد فنان زقرتي اهم شيء يكون مثقف وما يدوخ لازم دواخه ما يدوخ بحاله مسوي كسيفه الله الله فيها مشروع الله يحفظكم قبل مده
بنية مجتهدة ما شاء الله طالبة، مسوي مشروع بزنس روحها في البيت. مشروعها كان عن سيارات صلاة ويا مسابيحن كل طقم، تحيدون هاك اللي منزلناه، طقم عبارة عن شيلة صلاة، عبارة عن سيادة ومسباح وأظني ومسواك كنا ويا قويطيات النمونة، وكان شيء مرتب جميل. ونزلنا عقب كيف خلال ساعة ولا ساعتين دقتين، وقالت أبو محمد سحب الإعلان لأن اللي عندي خلصت الكمية. كناها بلا ما كان عندك كمية، قالت عاد هذا اللي سويته أنا، سوت الكمية ونفدت قبل رمضان، نفدت أو نفاد الكمية. اليوم سوت نفس الشيء لكن منتج جديد وجميل، قالت لي بطرش لك إن يازلك وعيبك وتبى تدعمني حطه، وما ياز وما تبى تدعم بترك مرخوص. قلنا لها إن شاء الله أنت بنتي منتج وإن يازلنا إن شاء الله، وما ياز ترى السموحة من جنابك. أحب أخبركم مشروعها، هذا اللي طرشتهم، هذه القوطي بعد ما فتحته، هذا فتحته وهذا فتحته. المشروع عبارة عن شيل عادية، الشيل للاستعمال اليومي. هاي الشيل، ترى الشيل هاي الله يحفظكم، شيل عراض، حب تحرره من هاي اللي عرضهن ذراع، لا هذا عرضهن متر، عرضهن متر وطولهن مترين او متر ونص، الطول متر ونص والعرض متر. وهاي شيرات، الشيره عباره عن ورقه الارضيه بنفسجيه، والهالي صالج نوعيه جميله وفنانه، ابيض وداخلها الذهبي، خط ذهبي، شيء جميل وفنان. هذا النوع الشيء العاديات للاستعمال اليومي في البيوت، مسوي عندها عدة ألوان، هذا اللون البربل وهذا اللون البطيخ عادة يوجه في الماشي، وهذا اللون خيبة. هني صبر جاي، صبر جاي أزرالي، خيبة ما طاعت أزرالي، ليش تبوني أسوي ما طاعت أبو، صبروا عادة صبروا. أيوة أيوة، يا سلام يا سلام على الكركمي، يا سلام. ها بوي الشيء اللي بوي حق البيوت، تراهن هاي الشيء حق البيوت بوي عند رعايتهم، ها شيء فنان. يا ربي هاي روح ترحب، هاي روح أبوي، ها ترحب ترحب ترحب، غرب الله التمازين اللي ذوقها. ها هذا ما شوف، والرقعة شفتوا الكشمير، شرات الكشمير وهو ما بكشمير وفنان وغاب. ها ما زينة يبوك على الوحدة هاي اللي لونها القمحي، اللي لونها قمحي تلبس هاي، شو بتغدي غدي أبوك، قالب ثلج، قالب ثلج يمشي نزق حيب، هاي ها غدي يلبسه، ممكن تلبسه غدي نزق حيب، هاي الحيب. بارك الله فيكم، بس هذا جنت. هذا يا ابو محمد المشمش، شوف هذا المشمش، هذا المشمش السعدوب، ان شاء الله فتره، ان شاء الله شهرين باذن الله، هذا كله مشمش. هذا العنب الاسود، هذا العنب الاسود، ها ابو محمد هناك السفرجل، الخوخ، البخارة، الجوافة، كل هناك. هذه الحمضيات اللي قلنا لك يا قبل شوي، لا تقول ما قلتوا لي، ها ها ما شاء الله تبارك الله، هذا كله عنب، عنب أسود، كل عنب أسود، كله محمي وجاهز، إن شاء الله شهرين يكون جاهز بإذن الله. هذا كله عنب بناتي، ها لا تقول ما قلت لك، ها هذا كله بناتي.
بدون بزر، شوف الى اخرها. الله يبارك، الله يجزاك خير. مراد ابوي وصلت هنا مشرف حين اللي انا اكثر من 5 دقائق جلست رقدت خلاص بعد عقب العشاء ريحتي يمكن ربع ساعه ساعه وجيت الحين عند الجماعه. جماعه حين ما بوايدين اليوم عندهم هذا الرجال. ثم جيت المشرف، انا جيت المشرف رمسنا وسولفنا وضحكنا وعندك الدور كنت قهوي وجيتها هالجماعه الحين معايا هذا بين محمود هذا مصري وهذا ابوي هذا الحين بعد هذا مصري وياسين يتعايون هذا لا وهذاك ايوه هذا ايوه وهذاك لا وياسين يتحرى بينهم ما لما جسم على هالمنوال. وحين انا ويا هلال بنسير البطين نسير على جماعه في فندق دستاني ان شاء الله ويروح اللي انت مش عارفه استاذ ممدوح نسيت ما صور عمري وهذا أنا هنا قادي فنان ورقم واحد ما شاء الله علي. هي نعم ما يبارك هلا يلا غايته أبو محمد غايته يلا ما شاء الله مبروك الموتر يا أبو محمد مبروك مبروك تستاهل يا أبوك حتى يا أبوك ما برو مركب فيها الموتر الخيبة سيارتي أنا يا أبو كالو إلي سكت دبة حياتي ما أردت أخذها بعد في هذا باشر بنسير دبي لا لحش علي في سيارتهم قول والله سيارتين أقولكم بنسير البطين قلت أنا قلت حق العرب أنا بنسير البطين نسيت والله أقولكم جرت نوم تبارك الرحمن قلت ما شاء الله هلال ترى الله يعطيك خيرها ويكافيك شرها والله وايد فنانة عنب وانت تقضي وتمضي عنب وحش حتى اني انا لو اسوي ادنات الدون ربع ما خليت حد ما خبرته وانت ما اخذ هالموتر الفنان ما حد دراب ما قلت لي ما اخذ فلل فلل انا ما اخذ فلل كم فلل ما اخذ يا بعده الله اكبر حلب ايه يا كذب ابوي انا ما له فلل انا صنادج تخق علي فلل انا ابو مكبرها صرت اصور فلل هي نعم لا والله هي والله يا بعده ابوي بملايين انا ابوي هاي يقول لي يقول لك راحتي دي مخبوقه هذا انا دي مخبوقه ابوي الهاك اللي صر البيزه هو اللي يشتري لكن ابوك اللي صرف ما في الجيب يهدي يا انت ما طلعت وك ياتيك ما في الغيب صرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب هي والله وين تتم البيزه ما شاء الله اقولك ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحين بكره بنسير فيها مبروك دبي تبى تسير فيها ان شاء الله اي ما نبي موتر غيره خلاص بعقب هذا ما بركب اي موتر ثاني ما تبدل هذا اللي حصل هذا خلاص ما بدك شيء ثاني يعني شر خيب يعني عشان توصل مريحه ما شاء الله اي والله كبيره اي والله حجمها كبير قاعده ورا اي والله بلاد تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك خير هاي كافيك شرها يا ابو محمد في حلو على حلو اي نعم تستاهل يا ابو محمد ما شاء الله اللي ما زيني انا اللي معدل السياره روحي يا فنان زين سير فيها انت يا بعد تربو حتى سوقها اي والله صرت بحر صرت اسبوع طام شيء صدتوا اي شوي خفيف اي شيء من السمك نادر ولا السمك العادي لا من كل مره شيء العادي يعني زين اقول لك هذا منو؟ مايد عتيج المهيري زين وهذا؟ مايد سيف المهيري هي وهذا ريحه ما اعرفه انا ما اعرفه انا بعد هذاك اي خيبة هذا ابو خالد زين وهذا ابو محمد هذا ريحه هذا عمي مرشد مرشد ثاني الله يمدي والنعم زين هذا اللي عدانا طار النسود الله يمدي والنعم ما اشوفه والله ما يبين هذا خالد ايه ما يد عبد الله هذا هذا من ثاني من مرشد ايوه ثاني كيف حالك؟ خير ربي يعافيك كيف انت حبيبي؟ الحمد لله شو الاخبار؟ طيبه وين بتعيدون؟ والله في البلاد السنه مره ما بصير بقعه؟ لا لا ليش؟ في البلاد السنه
مرة ما بتحركوا؟ لا ما بتحركني. زي 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 الله المستعان. نحن في البطيء يعني. أنا أبو محمد وأبو خالد محمد حسين ويانا أبوي البطيء. قلنا اليوم نغير الموجة وسيارة كل يعني دوم في السنة وديتين ثلاثني إلى سكوبو ثاني يعني أكثر عن 4-5 مرات. لكن رمضان لازم لازم نزور لو مرة واحدة ضعف الإيمان. وإن شاء الله باثبة تكون سيارتنا جدا دبي. الفطور وين بنفطر لين الحين ما قررنا. كان إن شاء الله إن بتكون سيارة دبي مميز. بتصير دبي مول بنتمشى نعيمنا الله خير. هذا بشركم هذا أمير براكة. يلا بوي يلا. لا لا عيد عيد التصعيد. المهم أكرمهم الله أبوي هالبطيء. مشكورين على حسن الاستقبال وحسن الضيافة وطال عماركم جزاكم الله خير. مرحبا مرحبا من سرب دينير. لا خلينا منك لا خلينا منك يا أمير براك أنت. الله.